السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم سكرين ماتش اللي كما عهدنا في جوج حلقات اللي فاتوا اللي تحدثنا على آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي قبل المباراة الأولى، وأكيد أنه غادي نواكبوا مزيد من الأخبار ضمن هذا البرنامج هذا، ونتحدثوا على المباراة الأولى والتفاصيل ديالها. وكما جرت العادة غادي يحضر معنا محلل البرنامج السيد كريم أخنخام باش يتحدث معنا ويتحدث لنا على مجموعة من الأمور اللي دارت في هذه المباراة هذه. مرحبا بك السيد كريم أخنخام، مرحبا. أحباب السي مصطفى، أحباب المتابعين الكرام، سعيد جدا أنني حضر معكم مرة أخرى في البرنامج ديالكم الجميل. نتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن الظن ديالكم وديال المتابعين الكرام. مرحبا السي كريم، وكيف ما بدينا البرنامج بواحد جوج ديال الحلقات، ومن بينهم الحلقه الثانيه اللي كنا تحدثنا فيها على اخر مستجدات ديال المنتخب الوطني والاستعدادات ديالو باش يواجه المنتخب الغاني، اللي الحمد لله كيف ما شفنا انها انتهت بالفوز ديال المنتخب الوطني المغربي بواحد 1-0 وضمن 3 نقاط الاولى اللي غادي تفتح ليه الباب العبور الأدوار الموالية، وغادي تعطيه واحد ثقة كبيرة، رغم أنه في هذه المباراة هذه يعني فيها بزاف ما يتقال، فيها بزاف غادي نناقشوا فيها بزاف ديال الأمور اللي لاحظناهم، يعني سواء في التشكيلة وفي التكتيك وفي الاختيارات. وغادي نبدأ بالنقطة ديال التشكيلة والاختيارات، وشنو كيبان لك السي كريم في التشكيله والاختيارات اللي بدا بهم المدرب وحيد خليلوزيتش في هذه المباراه هذه الاولى؟ لان اولا كنحمد الله على الانتصار، يعني الانتصار اللي كان مهم جدا امام خصم كيف ما قلنا قبل المقابله، قلنا انه منتخب صعب، يعني قلنا انه يجب يعني ما ناخذوش بعين الاعتبار المقابله الاخيره اللي جراها مع المنتخب الجزائري، يعني المقابله اللي كانت وديه في قطر والتي لا تعكس صوره المنتخب الغاني، وداك الشيء اللي شفناه في المقابله اللي اليوم امس، يعني شفنا منتخب غاني، يعني منتخب منظم، منتخب متقارب في الخطوط، يعني منتخب متوازن، عنده مواهب شابه، ولكن الحمد لله انا يعني العناصر الوطنيه كانت في الموعد واستطاعوا يحققوا الانتصار. يعني بالرجوع الى الاختيارات ديال الناخب الوطني خليلوزيتش، يعني دخل بتشكيله ديال 4-1-4-1، يعني تشكيله اقرب الى 4-1-4-1، علما انه كنا كننتظروا ان الناخب الوطني يعني يدخل تشكيله ديال 3-5-2، يعني ثلاثي في المحور كما كان في اخر مقابله وديه بين الفريقين. ولكن الناخب الوطني يعني فاجئنا، رغم انه في الوهله الاولى، يعني ملي شفنا التشكيله، ملي شفنا اللاعب ماي، يعني كنا كننتظروا ان التشكيله يعني غيكون ثلاثي في المحور، الا ان الناخب الوطني يعني وظف ماي في مكان سفيان امرابط، يعني والتوظيف يعني اللي كانت عنده غايه مهمه جدا، وهي يعني مراقبه اللاعب اندري ايو. نعم، نجم المخضرم للمنتخب الغاني، يعني وهي المهمة اللي نجح فيها لاعب ماي بنسبة كبيرة. يعني برجوع إلى التشكيلة، يعني الناخب الوطني واضح جدا أنه درس المنتخب الغاني، يعني دراسة دقيقة جدا، يعني والاختيارات يعني كانت موفقة إلى حد كبير، يعني يعني بغض النظر على الهدف، يعني الاهداف تحققوا، يعني كانت مقابله صعبه جدا، كانوا غيابات، يعني يكفي اننا نقول انه يعني كانوا ثلاثه الغيابات في خط الهجوم، والناخب الوطني قالها بعد المقابله، قال ان حتى باريس سان جيرمان يعني الى غاب عليها ميسي ونيمار ومبابي، يعني فريق اخر اكيد
يعني بالنظر الى التشكيل، يعني التشكيل كان اقرب الى 4-1-4-1 في الابتداد الدفاعي اللي كتحول الى 4-3-3 يعني في الابتداد الهجومي. يعني كان ترانزيسيون يعني موفق من المدرب البوسني. لاعب ماي يعني كان مفاجأة التشكيلة الى جانب اللاعب اوناحي يعني اللي كيشارك لاول مرة مع الاسود، يعني وتم الاقحام ديالو في اول مقابلة رسمية، يعني ومقابلة صعبة جدا امام منتخب كبير جدا. يعني كانت نوعا من المجازفة، ولكن كانت مجازفة موفقة من الناخب الوطني. يعني كان اقحام ديال اللاعب بوخلال في خط الهجوم، يعني كنا كننتظروا بعد غياب يعني الكعبي وماي ويوسف النصيري، يعني كنا كننتظروا ان هذا الاختيار ديال بوخلال، واللي قدم على العموم يعني قدم مقابله في المستوى. ما غاديش نقولوا في المستوى، انما يعني دار داكشي اللي عليه. انا كيف ما على حسب الراي ديالي اللي كيبقى راي خاص بالنسبه لابو خلال وبالنسبه للاعب عز الدين اوناحي، كان مستوى ديالهم كان مستوى اضافه الى اللاعب مدافع ماسينا، ما كانش في المستوى، ما كانوش ما عطاوش واحد المستوى اللي كان كبير كبير بزاف. يعني يمكن نتفق معك بخصوص اللاعب ماسينا، يعني وقلنا في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه قلنا ان اللاعب ماسينا يعني لاعب غير جاهز بدنيا، يعني لم يشارك كثيرا وفق الفريق ديالو. ولكن يعني بالنظر الى الخيارات يعني في الظهير الايسر، يعني ما عندناش خيارات افضل، يعني لازم علينا اننا نصبروا على اللاعب ماسينا. يعني اللاعب يعني كان واضح عليه عدم الاستعداد البدني. على العموم يعني خرج يعني كيف ما كنقولوا يعني خرج المقابله ديالو. بالنسبه للاعب اوناحي، يعني بالنسبه الى بغينا نتحدثوا على لاعب اوناحي، خاصنا نعرفوا انه اول مقابله للاعب، ثم يعني اللاعب لم يشارك في المكان ديالو الاصلي. يعني كنعرفوا ان اللاعب يعني كيلعب كصانع العاب، يعني كيلعب من وراء المهاجمين، وتم الاشراك ديالو في المقابله في الجناح، يعني في الجناح الايمن. يعني عموما بنظر لهذه الظروف، يعني الظهور اول كيبقى مقبول انتظار انه يتحسن اداء ديال هاد العناصر. اكيد في ظل هذه الظروف هذه كامله، راه يعني المنتخب المغربي قام باللازم اللي هو الظفر بثلاثه النقاط اللي غادي تعطيه بزاف ديال المعنويات في المقابلات اللي ماجيه. وبالنسبه يعني طريقه تدبير المباراه، شنو بان لك يعني في الطريقه اللي نهجها وحيد خليلوزيتش في هذه المباراه هذه؟ يعني بالنسبه لطريقه تدبير المقابله، يعني يمكن نقول يعني كيف ما قلت سابقا، يعني قلت ان المدرب يعني احسن قراءه الخصم، يعني واضح جدا، واضح من خلال الاختيارات ديالو، خاصه يعني الدخول باللاعب ماي اللي كيوضح انه كانت هناك يعني دراسه دقيقه يعني نقاط قوه وضعف المنتخب الغاني. يعني كانت تدبير اجمالا، يعني كانت تدبير في المستوى، يعني مع بعض المؤاخذات يعني بخصوص توقيت بعض التغييرات، واللي كنفهموا من التاخر ديالها ان الناخب الوطني يعني ما كانش كينظر النتيجه ديال التعادل، يعني انها نتيجه سيئه، يعني التعادل في المقابله امام الخصم المباشر ديالك في المجموعه. نعم، يعني الخصم المباشر ديالك في المجموعه وفي ظل الغيابات وفي ظل ان الخصم بصفوف مكتمله، يعني كانت نتيجه التعادل يعني كانت مقبوله جدا في ظل هذا يعني هذا السياق وهذه الظروف. اكيد وبالتالي كان يعني كان التسييف ديال المقابله كان يغلب عليه الحذر، لا من جانب المنتخب الوطني المغربي لا من جانب المنتخب الغاني. يعني الى عندنا الى يعني الى عاودنا تفرجنا في المقابله، يعني غنشوفوا باللي يعني في الشوط الاول، يعني 60 دقيقه من المقابله
ما كانوش فرص يعني اللي يمكن أنا نقول أنها فرص حقيقية. يعني كانت الفرصة الوحيدة للمنتخب الغاني هي التسديدة اللي تصدى لها الحارس ياسين بونو، واللي كانت نقطة التحول ديال المقابلة. أكيد هذا التصدي الرائع ديال ياسين بونو كان ليه واحد يعني كيف ما قلتي واحد التحول ديال المباراة. يعني كنت سجلت هذيك التسديدة كان غادي ياخذ المباراة، كانت غتاخذ واحد المنحة آخر، كانت غادي تزيد صعاب على المنتخب الوطني. ولكن تألق ياسين بونو كان رائع. صحيح هذه المقابلات الكبيره بحال هذه المنتخبات المنظمه، يعني في الغالب كتحسم كيف ما كنقولوا دائما، كتحسم التفاصيل والجزئيات صغيره جدا. يعني كاين اللي كيسميها انها حظ، كاين اللي كيسميها توفيق، ولكن هي تفاصيل اللي كتبقى مهمه جدا، تفاصيل اللي يعني اللي كيبقى يعني المنتخب اللي كيستطع انه يحسمها، واللي كيستطع انه يخرج المقابله ديالو، يعني واللي كيستطع انه يظفر بالنقاط الثلاثه ولا الانتصار. يعني الكره المغربيه يعني افتقدت يعني لعده سنوات مثل الحارس ياسين بونو. يعني كنا كنفتقدوا دور كبير يعني في المنتخب، حارس مهم في المستوى. يعني اليوم يعني ولا عندنا يعني حارس يعني مكون على اعلى مستوى، حارس يمارس على اعلى مستوى يعني في الليغا الاسبانيه، وفريق كبير جدا اللي هو اشبيليا. يعني لا خوف على حراسه المرمى ديال المنتخب الوطني. يعني عموما المقابله ديال اليوم امس، يعني كان المنتخب الوطني المغربي يعني كيف ما كنقولوا بالدارجه، يعني كان واقف في التيران، قام بالله عليه. صحيح يعني اتمنى انها تكون بدون نظر الى الاداء، ولكن الظفر بثلاثه النقاط كانت هي المهمه. المقابله الاولى دائما في مثل هذه البطولات، يعني ما ننتظروش اداء يكون جيد بقدر ما ننتظروا النتيجه. وكيف ما كنقولوا يعني النتيجه اولا ثم الاداء. يعني من المهم جدا يعني اننا ننتصروا في حال هذه المقابلات، على المقابلات الاولى يعني ننتصروا، من بعد يعني نحسن الاداء. يعني هذه هي القاعده، والعكس غير صحيح. يعني في السابق يعني كان عندنا اداء وكنا كنقلبوا على النتيجه، والاصح انه خاص تكون عندنا النتيجه ثم نقلبوا على الاداء. الا كانت النتيجه يسهل انه يتحسن الاداء مع مرور المباريات ومع مرور الوقت ومع دخول ديالنا في اجواء المنافسه. اكيد سي كريم. حتى بالنسبه للمنتخب الغاني ما كانش في واحد المستوى اللي كبير بزاف. يعني المنتخب الغاني حتى هو كان داخل وكان حذر، يعني اللعب ديالو كيبان لك باللي اللاعبين ديال المنتخب الغاني ما كانوش يعني كيندافعوا للهجوم بزاف. يعني كانوا بحال اللي قلتي حتى هما كانوا كيتسناو الضربه القاضيه ويرجعوا للوراء. يعني صحيح، يعني المنتخب الغاني يعني عودنا على هذا الاسلوب كيف ما قلت في بدايه الحلقه. يعني منتخب يعني في مثل هذه المباريات يعني امام المنتخبات الكبيره دائما ما كان يعني يعود الى الوراء، ويعني والكره كتنحص في وسط الميدان وكيترقب وكينتظر يعني الاخطاء ديال الخصم. يعني منتخب يلعب على اخطاء الخصم، يعني وكان كينتظر يعني الهفوات ديال الدفاع ديال المنتخب الوطني باش يخطف المقابله. يعني المنتخب الغاني يعني رغم انه يعني المستوى ديالو تراجع في السنوات الاخيره، الا انه يعني يبقى قيمه ثابته في كره القدم الافريقيه. يعني منتخب اللي دائما يعني من بين 10 افضل المنتخبات في القاره، وكنعرفوا انه منتخب يعني تاهل المباريات ديال البراج في تصفيات كاس العالم على حساب المنتخب الجنوب الافريقي. يعني منتخب قيمه ديالو ثابته. كنعرفوا انه غير من الثوب الفني ديالو يعني في شهر سبتمبر، يعني قام بجلب المدرب السربي ميلوفان ريفيتش، يعني المدرب اللي قادوا في كاس العالم 2010 الدور ربع النهائي، يعني اقصي بركات الترجيح. يعني مدرب يعرف خبايا الكره الغانيه، يعرف خبايا الكره الافريقيه، وهو اللي قاد يعني منتخب البلاك ستارز، يعني منتخب غانا النهائي كاس افريقيا سنة 2010، يعني وخسر انذاك من المنتخب المصري. يعني منتخب
رغم ما يقال يعني انه منتخب يعني تراجع، الا انه منتخب القيمه ديالو كتبقى ثابته جدا. اكيد اكيد منتخب كيعرف كيفاش يخرج راسو مثل هاد المنافسات. بالنظر الى الاداء وكيف ما قلنا، شنو هما النقاط الايجابيه اللي ممكن خليل وزيتش خرج بهم في هذه المباراه هذو؟ في نظرك شنو هما النقاط الايجابيه اللي يمكن يكون خرج بهم؟ يعني اول نقطه ايجابيه يعني ممكن نتحدث عليها في مثل هذه المقابلات، يعني انك خرجت بثلاث نقاط يعني في مقابله يعني ما كنتش فيها يعني في 100%، يعني ما كانش منتخب يعني في المستوى ديالو يعني الكبير جدا، يعني خرجت بثلاث نقاط من منتخب يعني المنافس المباشر في المجموعه، وانت يعني ماشي في احسن الاحوال ديالك، يعني هذه هي النقطه الايجابيه الاولى في مثال المقابلات. وفاقد اهم اللاعبين. صحيح، يعني كانوا غيابات كثيره، رغم ذلك ان المنتخب الوطني يعني كان واقف في ارضيه الميدان، يعني مثل المقابله يعني كتمنح ثقه اضافيه يعني ودفعه معنويه كبيره جدا، يعني النخبه الوطنيه انها يعني تستكمل المشوار ديالها في البطوله يعني بطريقه يعني اجمل ويعني وافضل، وندخلوا ان شاء الله في اجواء يعني في اجواء ديال البطوله خطوه بخطوه. ثم نقطه ايجابيه اخرى انه مجموعه من العناصر يعني اللي جات البطوله يعني كتلعب كان لاول مره، واللي تحدثنا عليها في الحلقه السابقه قلنا ان 17 لاعب في التشكيله ديال في اللائحه ديال الاسود يعني يلعب لكان لاول مره، 17 لاعب يعني اكتشفوا في هذه المقابله، يعني ولو ماشي 17 لاعب ولكن يعني عندنا لاعبين دخلوا التشكيله الاساسيه لاول مره، عندنا لاعبين يعني كانوا في بنك البدلاء، عندنا لاعبين يعني دخلوا بدلاء، يعني كانوا لاعبين يعني اكتشفوا اجواء ديال البطوله، كانوا لاعبين كيفتقدوا التنافسيه امثال ماسينا يعني امثال سفيان امرط يعني اللي دخل في اخر انفاس اللقاء، يعني كان المدرب باغي يمنحو ديك الدقائق باش يدخل في اجواء البطوله حتى هو. يعني كانت نقاط ايجابيه كثيره جدا في المقابله، خاصه في ظل النتيجه يعني اللي سعفتنا اننا نزيدوا لقدام في البطوله، يعني الانتصار في المقابله الاولى كان مهم جدا. اكيد في ظل ذكر النقاط الايجابيه ما نساوش نذكروا حتى النقاط السلبيه اللي غادي يكون خداهم السيد المدرب وحيد خليل وزيتش. ضروري ان هناك مجموعه من النقاط السلبيه اللي خصنا نتحدثوا فيهم حتى هما. يعني بالنسبه للنقاط السلبيه يعني اللي كانت حاضره يعني في المقابله يعني واللي النتيجه يعني غطت عليها نوعا ما، ولكن هي نقاط اللي خاصنا ناخذها بعين الاعتبار في المقابلات القادمه، يعني منتخب جزر القمر ومنتخب الغابون يعني ماشي من المنتخبات السهله، خاصه اننا في السنوات الاخيره كنعاني مثل هذه المنتخبات، يعني كننتصر امام المنتخبات اللي كتعتبر منتخبات كبيره وكنعاني يعني الى خرجنا بانتصار يعني كنخرجوا بانتصار صغير، يعني شفنا هذا الشيء في المقابله ديال منتخب جزر القمر في التصفيات ديال كاس افريقيا 2019. بالنسبه للنقاط السلبيه كانت نقطه ركلات ثابته، يعني المنتخب الوطني المغربي يعني تحصل على ما يقارب 15 ركله ثابته بين ركنيات واخطاء يعني في المنطقه ديال الخصم، رغم ذلك يعني ما استغليناش هذه الكرات الثابته اللي كان خلفها في اغلب الاحيان يعني اللاعب عمران نوزال اللي ما كانش في نهارو بنسبه 100%. يعني مثل هذه الكرات الثابته يعني كتحس المقابله كان يتسجل منهم هدف واحد بعدا. صحيح، يعني هذه الكرات الثابته يعني احنا كاملين كنعرفوا انها هي اللي كتحسم مقابلات مهمه جدا، خاصه في الادوار الاقصائيه، يعني شفنا في النسخه الماضيه المنتخب الجزائري امام المنتخب النيجيري، يعني المقابله اللي عانى فيها المنتخب الجزائري يعني وحسمها بركله ثابته يعني من رجل اللاعب رياض محرز، ف
في آخر الدقائق. يعني مثل هذا كوبا التبيتة خاصة نشتغلوا عليها حيث سلاح مهم جدا خاصة في الأدوار الإقصائية أمام المنتخبات اللي كتكون منظمة في الخلف ويصعب اختراقها لا في الأطراف ولا في العمق. بالنسبة للنقطة السلبية أخرى يعني مركز الظهير الأيسر اللي واضح جدا أننا غنعاني فيه في المقابلات المقبلة. يعني إن لم يتحسن المردود البدني يعني لاعب أدم ماسينا يعني الخصوم في المستقبل يعني غيلعبوا على هذا النقطة ديال مركز الظهير الأيسر. أتمنى صديقا أن هذه النقطة يعني انتبه لها المدرب خليل زيتش يعني وتحسن في المقابلة. بين أنه الجمهور اللي تابع المقابلة كل شيء كيهضر على هذا اللاعب أدم ماسينا، وكان واضح أنه ما دخلش المقابلة كيف ما خصو، خصوصا يعني في فاش كيكونوا الهجمات يعني المرتده كيكون هو اخر من يصل، كتلقى انه المهاجمين وصلوا قبل منه الدفاع هو اللي مدافع يعني باقي متاخر. يعني كانوا عندنا يعني بعض الاختلالات في الارتداد الدفاعي يعني تحدثت على النقطه اللي كانت مهمه جدا. يعني الكره الثانيه يعني مهمه جدا، يعني كانوا عندنا كرات ثابته كثيره جدا وغالبيه هذه الكرات يعني الكرات اللي ضاعت يعني كترجع هجمات مسدد على الفريق الوطني. يعني خاصنا ننتبهوا الكره الثانيه مهمه جدا في كره القدم، خاص الكره الثانيه دائما تكون في صالح يعني تكون في صالح ديالنا. يعني ادم ماسينا يعني قلنا انه يعني قبل اللقاء قلنا انه غير جاهز بدنيا، ولكن يعني مشكله الظهير الايسري هي مشكله تاريخيه في السنوات الأخيرة في اللائحة ديال الأسود. يعني كنفتقدوا الظهير الأيسر، كنا كنبريكوليو باللاعب أشرف حكيمي، كان عندنا اللاعب حمزة منديل يعني اللي أصبح يعني خارج السياق. الشيبي ما زعما الشيبي ما يمكنش يلعب هذا المركز هذا الشيبي. يعني بالنسبة للشيبي يعني المركز الأصلي ديالو هو الظهير الأيمن. يعني المدرب يعني ما بغاش يجازف بالتوظيف ديالو في مركز يعني ماشي مركز ديالو. كان يعني المدرب يعني الا بغى يجازف يعني الاولى انه يجازف اشرف حكيمي اللي لعب في هذا المركز مع المدرب فيرونا، ولكن يعني المدرب بغى يوضع الثقه ديالو في ادم ماسينا يعني لعل وعسى انه يتحسن مع مرور المقابلات. اكيد سي كريم كل هذه النقط اللي شرتي لها كانت يعني نقط اللي اكيد غادي يوقف عليهم المدرب خليل زيتش باش ان شاء الله نشوفوا المنتخب الوطني في المقابله الاخرى بوجه اخر ان شاء الله. الان يعني بعد هذه المباراه هذه المنتخب الوطني المغربي عنده واحد المقابله اللي غادي يجي ليها، وهو يعني عنده ثلاث نقاط وامام منتخب جزر القمر اللي ما يمكنش انه في هذه البطوله هذه نقولوا ان هذا المنتخب هذا راه ماشي شي منتخب اللي غادي يخلق لنا المشاكل، في ظل انه كيف ما شفنا في المقابلات ديال اليوم مقابله ديال الجزائر يعني خير دليل انه البطولة الإفريقية ما فيهاش فريق صغير وفريق كبير. شنو بان لك في آخر الاستعدادات ديالهم والمستجدات ديال المنتخب، يعني كيفاش كيوجد هذه المقابلة هذه؟ صحيح يعني خاصنا نساو المقابلة ديال المنتخب الغاني، يعني المقابلة اللي خدينا فيها الأهم اللي هو ثلاث نقاط. يعني خاصنا نساو هذه المقابله ونفكروا في المقابلات المهمه، يعني المقابلات المقبله. يعني خاصنا ناخذوا مقابله اللي هي الطريقه الانسب باش اننا يعني نمشيو بعيد في هذه البطوله. يعني منتخب جزر القمر يعني يبقى منتخب يعني ما عندوش تاريخ كبير في القاره الافريقيه، يبقى منتخب يعني لقمنا فنيا مع العناصر ديال المنتخب المغربي يعني لا مجال للمقارنه، لكن كره القدم في افريقيا وفي العالم يعني عودتنا انه يعني
ان المقابلات يعني كتحسم على ارضيه الملعب ما كتحسمش خارج ارضيه الملعب. وشفنا نموذج مع المنتخب الجزائري اللي عانى جدا اللي عانى بشكل كبير امام المنتخب السيراليوني وخرج وانتهت المقابله بالتعادل. يعني النتيجه اللي كانت مفاجئه للجميع واللي كتاكد ان العمل كل العمل يعني كيبقى في ارضيه الملعب. يعني منتخب جزر القمر اللي خلق لنا مشاكل جامه كيف ما ذكرت في التصفيات الافريقيه في المقابله اللي تلعبات يعني في الدار البيضاء فتره المدرب هيفيرونا يعني سجلنا هدف واحد فقط وكان في الوقت بدل ضائع يعني وفي ركله جزاء. يعني منتخب يعني كيبقى صعيب جدا منتخب منظم. شفنا المقابله اللي دادو مع المنتخب الكابوني يعني رغم انه نهزم هدف نظيف الا انه قدم مقابله في المستوى وعانى المنتخب الكابوني يعني قبل ان ينهي المقابله يعني بالانتصار. يعني خاصنا نستعدوا لهذه المقابله. يعني بالنسبه للمستجدات ديال المنتخب الوطني المغربي يعني كانت هناك حصه تدريبيه اليوم حصه تدريبيه يعني هي الاولى بعد المقابله مع المنتخب الغاني. كانت اخبار سارة اللي هي عوده اللاعب ايوب الكعبي. يعني بالنسبه للخبر السيء يعني اللي كان قبل مقابله المنتخب الغاني يعني هي هو استبعاد اللاعب بدر بنون يعني اللاعب اللي يطغيب الاصابه لما يقارب يعني 3 اسابيع مما يعني انه غيكون خارج حسابات البطوله. والناخب الوطني يعني استدعى يعني النجم ديال الزمالك المصري اشرف بن شرقي من اجل تعويض اللاعب في اللائحه. يعني هي مستجدات يعني كتبقى في ظل الميران ديال اليوم. هناك ايضا كاين مشاركه ديال يوسف النصيري. صحيح يعني اللاعب يوسف النصيري يعني اصبح تقريبا جاهز. يعني ما عرفت واش الناخب الوطني المغربي يعني غيدفع به في المقابله ديال جزر القمر ام انه يعني غينتظر اخر المقابله في دور المجموعات من المنتخب الكابوني. على العموم يعني كيبقى اللاعب يوسف النصيري يعني راه لاشاره الناخب الوطني المغربي. يعني المجموعه في انتظار يعني عوده ماي وبحقوق يعني المجموعه اصبحت شبه مكتمله. نتمنوا ان شاء الله ان المنتخب الوطني المغربي يعني يتحسن المستوى ديالو يعني وهذه النقاط السلبيه اللي ذكرنا انه يعني يتجاوزها في المقابلات المقبله. يعني بالنسبه للاعبين البدلاء يعني بالنسبه للاعب طارق تيزالي يعني بعد الدخول ديالو في المقابله للمنتخب الغاني يعني بين انه يعني لاعب يمكنه صنع الفريق خاصه انه كان قريب من تسجيل الهدف الثاني. يعني ان شاء الله يعني كنتمنوا ان المنتخب يتحسن في المقابله ديال جزر القمر ونتمنوا يحسن المقابله لانها يعني مقابله ديال التاهل ان شاء الله. ان شاء الله. وفضل هذا مستجدات سي كريم شفنا المنتخب المصري وشفنا المنتخب الجزائري اللي شفنا المقابله ديالهم. المنتخب الجزائري اللي كان حتى هو الاداء شويه ماشي ما ارتقاش الاداء اللي كان الجمهور الجزائري كينتظره. الكل كان كينتظر بان المنتخب الجزائري يقدر يفوز في هذه المباراه هذه ضد سيراليون يعني بجداره. ولا الكل كان كينتظر يعني تكون فيها اهداف كثيره ولكن المقابله كان فيها العكس. وايضا شفنا المقابله ديال المنتخب المصري وكيفاش خسر يعني المقابله بواحد الصفر. شنو بان لك في هذه المقابلات هذو اللي فاتوا خصوصا المنتخبات العربيه؟ يعني بالنسبه للمقابله ديال المنتخب الجزائري يعني اللي هو يعني المنتخب اللي حامل ديال اللقب يعني المنتخب اللي مرشح فوق العاده مرشح ممكن اننا نقولوا يعني بين المرشحين البارزين للتتويج باللقب والحفاظ على اللقب ديالو. يعني كان واضح انه يعني كان نقص في التركيز ديال اللاعبين يعني رغم ان المدرب ديال المنتخب الجزائري يعني جمال عبد الماضي يعني حذر اللاعبين ديالو يعني قبل المقابله حذرهم من استصغار الخصم حذرهم انهم يفكروا في الادوار الاقصائيه قبل تجاوز دور المجموعات. يعني وكان واضح جدا ان اللاعبين خاصه اللاعبين ديال الخط الامامي كان غياب ديال التركيز
كان روعونا في تضييع الفرص خاصة في الشوط الثاني. يعني كانت فرص بالجملة، لكن يعني كان تسرع وكانت أنانية في بعض اللحظات. يعني المنتخب الجزائري يعني خسر نقطتين ثمينتين، وكتنتظروا مقابلات صعبة أمام منتخب غينيا الاستوائية اللي كيبقى منتخب منظم، منتخب يعني عنده مواهب، منتخب سريع. ثم يعني ثم مقابلة أخرى أمام منتخب الكوت ديفوار، يعني منتخب الكوت ديفوار اللي كيبقى من المرشحين البارزين للذهاب بعيدا في هذا البطولة، خاصة أنه يعني كيجي للكان يعني بنفس يعني ثأري لإقصاء ديالو، الإقصاء اللي كان مر أمام المنتخب الكاميروني في التصفية ديال المونديال. أكيد. يعني بالنسبة للمنتخب المصري، يعني كان شفنا المقابلة اللي انتهت قبل قليل، يعني شفنا أن المنتخب المصري يعني نهزم أمام المنتخب النيجيري اللي كان حاضر، يعني المنتخب كبير جدا، يعني منتخبات كبيرة في يعني منتخبات تقليدية في القارة الإفريقية، يعني منتخب اللي سريع جدا وعنده مواهب. يعني شفنا أنه كان حاضر في نصف النهائي، يعني النسخة الماضية، يعني وخرج بصعوبة وفي الوقت القاتل أمام المنتخب الجزائري، وكان ضيع ركلة جزاء في تلك المقابلة. يعني كان وقف الند للند أمام المنتخب الجزائري. المنتخب النيجيريا يعني كيبقى من المنتخبات الكبيرة جدا في القارة الإفريقية، وكان يعني ولحد يعني حدود الساعة يعني منتخب نيجيري يعني قدم أداء اللي كبير جدا، يعني يمكن نقولوا أنه أحسن أداء في البطولة، يعني استطاع أنه يهزم المنتخب المصري. يعني المنتخب المصري اللي كنا كنعرفوا التاريخ دياله، يعني منتخب اللي من أكبر، يعني لما نقول أكبر الفرق، يعني أكبر المنتخبات الإفريقية، منتخب اللي كيدخل حصل للقب، يعني منتخب اللي كيدخل أي كأس قارية، يعني مرشح أول، يعني ومنتخب اللي كيدخل من أجل الفوز. يعني شفنا أن المنتخب النيجيري يعني هزم المنتخب المصري، يعني وقف لاعب محمد صلاح، يعني نجم الكرة العالمية، يعني اللي كان تقريبا يعني غائب عن المقابلة، يعني ما صرعش أنه يخلق فرص. يعني المنتخب النيجيري كيبقى منتخب منظم، يعني ومرشح أنه يمشي بعيد في هذا البطولة. وبالنسبة للمنتخب الكاميروني، يعني اللي تحدثنا عليه في الحلقة السابقة، يعني منتخب اللي ينظم البطولة، منتخب المرشح أيضا، يعني قدم أداء جيد، واستطاع أنه يعني يدير ريمونتادا في المقابلة ديالو مع المنتخب البوركينابي اللي كيبقى منتخب منظم، ومنتخب دائما كيخلق صعوبات للمنتخبات الكبيرة. شفنا كيفاش وقف يعني نيد لنيد مع المنتخب الجزائري في التصفية ديال المونديال، يعني منتخب اللي تقصى يعني فريق ديال الأهداف، يعني يعني منتخب عنده كأس قارية، يعني كأس قارية يعني كتوعد يعني بمزيد من المفاجآت، يعني وحتى حاجة ما سهلة. يعني منتخب الوطن المغربي خاصو ياخذ مقابلة ويستفد من مثل هذا، يعني مثل النتائج، يعني ويتجنب استصغار الخصوم ان شاء الله. يعني باستحضار هذه العوامل، يعني منتخب الوطن المغربي يعني قادر انه يمشي بعيد في هذا البطوله ان شاء الله. وبالنسبه للمنتخب السنغالي اللي الكل يعني كيقول انه كيمتاز بالكثير من اللاعبين، يعني اللي عندهم واحد الوزن ثقيل داخل قاره اوروبا، فما بالك فاش كيلعبوا في منتخب واحد في افريقيا. يعني الاداء ديالو لم يكن، يعني ما كانش كيف ما كان كينتظر الجمهور السنغالي. يعني صحيح، يعني منتخب السنغالي كيف ما قلتي، يعني منتخب اللي يعج بالنجوم، يعني يمكن يعني يكفي انه نلقيو نظر على التشكيله ديالو، يعني في جميع الخطوط، يعني من الدفاع الى الهجوم، من حراسه المرمى الى الهجوم، يعني منتخب اللي يعج بالنجوم اللي كيمارسوا يعني في اكبر اعتاد الفرق الاوروبيه، يعني الفرق الكبيره جدا في اوروبا، يعني منتخب اللي يعني يبقى مرشح فوق العاده،
للتتويج باللقب، يعني المنتخب اللي كان حاضر في نهائي النسخة الماضية اللي هو نهزم أمام المنتخب الجزائري، يعني منتخب اللي الظهور الأول يعني ظهور لم يكن يعني بالمستوى اللي كنا كننتظره، ولكن يعني منتخب كتبقى مقابلة ديال الافتتاح، يعني مقابلة ديال البداية ديال المسار ديال البطولة، كتكون مقابلة يعني ديال الاكتشاف ديال البطولة، المقابلة ديال الدخول في البطولة، يعني صحيح المقابلة الأولى ما غاديش ناخذوها كمعيار كاع الفورم. صحيح يعني المقابلة الأولى دائما يعني كتكون على هذا الشكل، يعني المقابلة الأولى كتكون مقابله ديال الدخول في اطوار ديال البطوله، يعني ولكن المنتخب السنغالي يعني كيبقى منتخب يعني مزاجي كيف ما كنقولوا، يعني بين ضفرين، يعني منتخب اللي النجوم يعني النجوم ديالو يعني كتخول لي انه يقدم يعني افضل مما شفنا امام يعني امام المنتخب الزيمبابوي اكيد، ولكن الصوره غطتها في المقابلات المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن إلى هنا كنشكرك سي كريم على التحليل الرائع ديالك، وكيف ما كتحضر معنا ديما في الحلقات ديالنا، وإن شاء الله غادي يكونوا مزيد من الحلقات اللي غادي نواكبوا فيها آخر مستجدات ديال البطولة عامة ومع المنتخب الوطني المغربي، وكنتمنوا الحظ الاوفر للمنتخب المغربي وكذا المنتخب الجزائري والمصري، ويتفادوا يعني التعثر في المباراه الاولى. شكرا لك سي كريم، ولك الكلمه الاخيره قبل ما نساليو هذه الحلقه هذه. شكرا سي مصطفى يعني للاستضافه، يعني كنتمنوا اننا نكونوا يعني عطينا واحد الصوره يعني مبسطة على الظهور الأول للمنتخب المغربي، يعني كنتمنى أن الظهور يعني يتحسن، يعني الظهور والمستوى الفني ديال المنتخب يعني كنتمنى أنه يتحسن في المقابلة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله أتكون لنا وقفة، يعني وقفة طويلة على المنتخب يعني الخصم القادم اللي هو منتخب جزر القمر، يعني وبقية أطوار المنافسة. أتمنى وإن شاء الله أننا كنا عند الحسن الظن ديالكم ديال المتابعين الكرام. كنشكرك سي مصطفى. شكرا لك سي كريم، وتحية لك من هذا المنبر، وأيضا كنقول للمشاهدين ديالنا شكرا لكم على حسن المتابعة، وكنتمنوا أننا نكون عند حسن الظن ديالكم إلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.